احكي لي بقى اخبارك ايه مع جوزك؟ انا سعيده قوي مع شريف، انت عارفه انا بحبه قوي. يا اختي ربنا يسعدك معاه على طول. قولي لي انت الاول، عامله ايه مع انكل اسعد؟ يعني الامور هديت شويه، بس يعني فكره الطلاق ما خرجتش من دماغي. لقاء البيوت يا ما بيحصل فيها عشان خاطرنا، والنبي بلاش تفكري في الطلاق. يعني انا بحاول، بس برضو بصراحة أنا مصدومة، في صدمة ما كنتش أتخيل إنه ممكن يعمل معايا كده. لقاء في حاجة تانية ممكن تضايقك. إيه تاني؟ البرنامج بتاعك. ماله البرنامج بتاعي؟ بقاله مرتين كده ما بيتذاعش. إزاي ما بيتذاعش؟ أصل الزفتة اللي اسمها نانسي دي بتقدم برنامج جديد. طب ما تقدم اللي تقدمه، يعني هتعمل إيه؟ لا اصل انتي مش فاهمه حاجه، ده هو نفس البرنامج بتاعك، ما تغير فيه غير الاسم بس. ها كده افهم. ده بقى مش هيقول عليه لا، هياكله وياكل صوابعه وراه. طبعا يا ماما، مش حضرتك اللي عاملاه بايديك الحلوين دول؟ سيبهولي وانا هعرف اكل الواد الشقي ده. مش عايز. طب دوق من ايدي، انا اللي عاملهولك. اسمع كلام ماما حكمت يا علي. وبعدين معاك يا علي. طب دوق كده. الو، ايوه من فضلك، ممكن اكلم الدكتور مجدي؟ انا اللي قاعد. بالراحه يا لقاء، ما هو بياكل اهو. معلقه كمان عشان خاطري. قلت لي ان نفسه هتتسد، بس مش هيقعد يومين ما ياكلش، ده يا دوبك واخد معلقه جيلي دلوقتي قدامي. ما بدري يا ست هانم، ما كنت تكملي معاهم السهر احسن. باتي معاهم يا شيخ. سهرت ايه يا شريف بس؟ ده علي تعبان قوي، والدواء اللي بياخده ده مبهدله خالص. والله طب وعلي ده مش معاه لقاء واتنين شغالين؟ انت قاعده بتعملي معاهم ايه؟ شريف ده علي مش مجرد ابن اختي. يا سلام، ده علي. طب خلاص خلي علي بقى ينفعك وانا اتفلق. انا بقالي ساعه هنا وانت ولا على بالك، غيرت هدومي وعملت تليفونات وانت مش في دماغك حاجه. معلش يا حبيبي دي ظروف. انا ماليش دعوه بالظروف، يعني مره لما اوصل البيت تجيني فورا، انت فاهمه ولا لا؟ حاضر حاضر، بس ما تزعلش نفسك عشان خاطري. اتعشيت اهو، اكلت لقمه كده في المكتب. هو انت ليه اتاخرت النهارده؟ اشكري دكتور اسعد، ما انا من ساعه ما اشتغلت معاه وهو رامي الحمل كله فوق دماغي. هو انت زعلان؟ مش هو ده اللي انت كنت عاوزه؟ ايوه هو ده اللي انا كنت عايزه، بس كل شيء وله حدود برضه. استحمل شويه يا حبيبي، مين كان يصدق ان يرضى عنك بالشكل ده؟ على فكره عادي، جوزك ممكن يحط اي مخلوق في الدنيا في جيبه الصغير. انا عارفه حبيبي، انا مش قادره اصدق انت ازاي بتاثر على الناس بالشكل ده. حبيبي انا جنبك بحس ان دماغي قد كده. برافو عليك يا حبيبتي، ده اللي لازم يفضل في دماغك على طول. رامي رامي بتعالج، خضتيني. علي خف، اتكلمي بجد، خف خلاص، خف خالص، ما بقاش في اثر المرض، عيش حياته زيه زيك خلاص. عارفه لو كنت بتضحكي عليا هعمل فيك ايه؟ هي دي فيها هزار يا ابني؟ اخيرا بقى الكابوس ده انزاح. انا عارفه ان انت زعلان مني، بس والله العظيم لو عرفت اللي حصل هتعذرني. اصل لقاء اتصلت النهارده وقالت ان علي اقف. صباح الخير. صباح الفل. ايه مالك؟ ايه اللي انت لابساه ده؟ لا لا مفيش حاجه. مفيش حاجه؟ لا انا الدار اللي انت لابساها دي. لا يا رامي، انا بس بتوجعني شويه. توجعني؟ ايه يا مي ده؟ رامي قلت لك مفيش حاجة. رامي
اسمي رامي بيه. ده تقفل الباب بالمفتاح فين؟ دلوقتي هتعرف كل حاجه. انت بتحط المفتاح في جيبك ليه؟ ابدا، عشان محدش يعرف يخلصك من ايدي. يعني ايه محدش يعرف يخلصك من ايدي؟ انت ناوي تعمل ايه بالظبط؟ ناوي اديك علقه موت ما تضربهاش حرامي في مولد. انت اتجننت ولا ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا دلوقتي بس هضربك، لكن لو فكرت بمجرد تفكير انك تمد ايدك عليها انا هنزفك. اه طبعا كده بانت يا رامي بيه. ساعتها غيران مني عشان كنت عايز تتجوزها. نعم ايوه اتجوزها. ايوه انا لو كنت عايز اتجوزها كنت جربتها زيك. قدر يخش بيتنا. ما هي دي اختي ولمس شعر منها انا هنزفك. أنا مش عارفة إيه اللي خلاه يعمل كده، بس أنا قايلها له ما يتدخلش بيني وبينك. معذور يا هانم، معذور، بيحبك. ولما هي الحكاية كده، ما اتجوزناش ليه؟ إيه اللي كان ممكن يمنعنا؟ حبيبي، عشان خاطري، انسى الحكاية دي بقى، وخلينا نعرف نعيش. لعلمك بقى، أنا ما رضيتش أمد إيدي عليه علشان خاطرك وعشان خاطر الدكتور أسعد بس. أنا عارفة يا حبيبي، أنت حريص عليا وبتحبني. كل اللي حصل ده كان مجرد لحظة غيرة وغضب، بس عشان خاطري ما تخليش الشيطان يدخل بينا. انت لو تعرف انا بحبك قد ايه ما تغيرش عليا ابدا. يعني طلعت برضو انا اللي في الاخر غلطان. انا قايله لك من الاول مالكش دعوه بيا. اللي مش قادر اصدقه ازاي انت قابله على نفسك وضع زي ده. انا وجوزي حرين، انت تعرف ايه اللي بينا؟ ما هو باين على وشك واحدة غيرك كانت طلبت الطلاق. ايه اللي انت بتقوله ده؟ طلاق ايه؟ اللي اعرفه اي واحدة عندها دم المفروض تطلب الطلاق. رامي لحد كده وكفاية، انت مش من حقك تتدخل في حياتي ولا تكلمني بالطريقة دي ابدا، فاهم ولا لا؟ فاهم، بس في نفس الوقت ما اقدرش اشوف حد بايزيك واسكت. مي انت بالنسبة لي اختي. يا سيدي انا مبسوطة كده، ما تخربش عليا ارجوك. انا اخرب عليك يا مي؟ عموما بعد كده هبقى اعمل نفسي مش واخد بالي. انا اسفه يا رامي، لكن طبعا كل واحد حر في حياته، وانا اعملك اللي انت عايزاه. رامي عاوزه منك حاجه تانية. اموري. مش عاوزه انكل اسعد ولا لقاء يعرفوا حاجه من اللي حصلت. اذا كان عليا انا مش هجيب سيره لحد، بس ممكن يكون حد سمعنا في الشركه وبلغ بابا. اذا كان على الشركه ما تقلقش خالص، شريف هيتصرف، بس المهم البيت هنا محدش يعرف فيه حاجة. علي لولو جوزي حلوة. عبد الله على السلامة. جميل. تعالى عامل ايه؟ ما بقتش اخد الدعم تاني يا واد يا جامد. انتي كمان قوي 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 ألف قوي 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 خبطنا ببعض بس الحمد لله. الحمد لله مفيش حاجه خالص. شكلكم مضحك قوي بقى كده. ماشي اتفضلي اتفضلي اتفضلي. يلا طلعت كل الشنط. لا يا حبيبتي الشنط مش هتطير، بس والله العظيم هديتك موجوده. هديت ايه؟ يا سلام، هتكدبي عليا برضو في دي؟ هو انا كدبت عليكي في حاجه قبل كده؟ يعني معقوله انتوا الاثنين هتخشوا في الضلمه في بعض وتخبطوا في بعض؟ هو ده اللي حصل يعني. مش يعني عينيكوا انتوا الاثنين خبطت في بعض؟ هو انتي فاكرانا هنضرب بعض ولا لا؟ يا ريت تديني سبب تاني يعني اقدر اصدقه. طب هو راجل وعنده عضلات، انا ست ضعيفه. يعني بصراحه انا اتمنى ان يكون دي الحقيقه، لان لو حصل المصيبه دي هيت وانتوا لسه من كام شهر متجوزين هتبقى يعني مش حلوه ابدا. الاستاذ لسه فاكر. بصي المره دي بجد غصب عنه، انا شايفه كل حاجه بعناية. يا حبيبتي الو. كويس انك افتكرتنا. معقوله ما تقولش للاولاد ان احنا واصلين؟
طب انت نسيت ان ابنك راجع النهارده؟ يعني ايه ما هو خاف؟ الله، ده مش عشاني، الولد عايز يشوفك. حفلة ايه يا اسعد؟ انا ما بحبش الحاجات دي، اعمل حفلة انت لوحدك. الله، خلاص اوكي يلا باي. ليه كده بس يا لقاء؟ فعلا ما بينامش من كتر الشغل. وانت عرفتي منين؟ مش شريف معاه، دول بينزلوا الصبح ما بيرجعوش الا نص الليل. يا سلام، عديها بقى عشان خاطرنا. طب انا نفسي اسالك سؤال صغير، لو انت جوزك خانك هتسامحيه؟ بصي، هي صعب على اي ست، بس لو هو عملها مره واحده يعني وعدت وفي عشره واولاد وحياه كامله، اعمل له استثناء. استثناء؟ يلا بقى ابدأي صفحة جديدة عشان خاطرنا. المشكلة مش في الخيانة بس، في حاجات كتيرة قوي انت ما تعرفيهاش. طب اذا ما كانش عشان خاطر اختك حبيبتك، يبقى عشان خاطر علي. علي، انتوا ما صدقت ولا ايه؟ رجعوا الشنط دي فوق. نفذوا اللي انا قلت لكم عليه بالحرف الواحد. يلا علي يا حبيبتي، روح العب في الجنينة. جرى لقاء، ما جايز نتفاهم ونحلها. مفيش أي تفاهم، الموضوع انتهى عندي خلاص. أنت مالك طايحة فينا كده ليه؟ الراجل ندمان على اللي حصل، وبقول لك اللي أنت عايزاه هعملهولك. أنا ملياش غير طلب واحد بس. موافق، وهنفذهولك فورا. طلقني. ما أقدرش، ما تقول لها يا سامي. وحياتك يا لقاء، وحياتك انت، احنا خايفين عليكي. ولعلمك بقى، اللي عمله اسعد ده في مصلحتك. مصلحتي انا؟ اه والله العظيم. طبعا، ما انتوا الاثنين دافنينه سوا. عيب يا لقاء، مش قدام الولاد. خلاص ما تخلينيش اتكلم بقى قدام الولاد. خلاص يا لقاء عشان خاطري. انت مش فاهم حاجه خالص، اسكت خالص. بقولك ايه، ما تكبرهاش بقى، ولعلمك اسعد مش غلطان. انتوا الاثنين خرجتوا من حياتي خالص. ما بلاش الكلام الكبير ده، وانا اوعدك بعد كده باذن. انت صوتك بينرفزني، بيحرق دمي. عشان خاطري اهدي اهدي بقى. ممكن تخلصوني من الموقف اللي انا فيه ده النهارده دلوقتي؟ ماي. ايوه حبيبي، تعالي عايزك. بعد اذنك. انت ايه اللي معادك تحت؟ ايه السؤال الغريب ده؟ هو انت مش شايف اللي بيحصل تحت ولا ايه؟ ما هو علشان السبب ده تحديدا انا ندهتك. انت مالكيش دعوه بالموضوع ده نهائي. ازاي؟ ازاي اشوف انكل اسعد ولقاء في موقف زي ده وما تدخلش؟ ما تتدخليش وما تفتحيش بقك، ولا تظهري في الصوره من اساسه. ليه؟ وايه اللي يخليني اعمل كده؟ مي، الموضوع ده واضح انه كبير ومش هيعدي على خير. ما عشان كده انا ما اقدرش اسيبها وما اكون هنا. ولما تضطري بقى تقولي رايك وتزعلي واحد من الاثنين، اختك ولا اسعد بيه اللي مربيكي اللي في مكانه والدك. ما هو بصراحه بقى اللي عمله انكل اسعد ده ما يرضيش حد ولا يرضي ربنا. ما هو ده بالظبط اللي مخوفني. مخوفك؟ طبعا، احنا دلوقتي مصلحتنا وحياتنا ومستقبلنا كله مع مين؟ مش مع اسعد بيه. اوعى تكون عاوزني اجي عليها علشان خاطر شغلك. شغلي ده هو اللي باقي لي، هو اللي باقي لنا كلنا. بقول لك ايه، اسمعي، عيلتكم دي كلها مخها بايظ، ولو دخلنا في وسطيهم مش هنخلص. ايوه بس لقاء اختي. وانا لقاء اختك دي مجنونه، ما تسيبه يعمل اللي هو عايزه، يعني خلاص هياكلوا منه حته. انت عاوزها تسيبه يخونها؟ هو انت ممكن تعمل زيه في يوم من الايام؟ انا ملاك يا حبيبتي، احنا حاجه وهم حاجه، بس احنا لو مشينا ورا اللقاء دي هنروح في 60 داهيه. بقولك ايه، بطلي رغي بقى عشان انا صدعت. اسمعي الكلام. هو ده اللي عندي، وان كان على الطلاق انا مش هطلق، واعمل اللي انت عايزاه. استنى بس يا اسعد، دلوقتي تروق ونحل المشكله يا اخي. عاجبك كده؟ يغور في 60 داهيه يا حبيبتي، اعقلي وحل الموضوع بهدوء. فلوسك كلها. ما يهمنيش الفلوس، ولو عايزاهم هاخدهم في اي وقت انا عايزاهم فيه. يا لقاء اسمعي كلامي، انا اخوك وعايز مصلحتك. اذا انت اخويا طلقني منه، اضغط عليه وخليه يطلقني. انا اقول له يطلقك؟ مش ممكن طبعا. انت مش اخويا الكبير؟ ايوه اخوكي، ما قلناش حاجه، بس هو كمان ابن عمي. هو ده الموضوع ولا عشان انتوا الاثنين شركه؟ بقولك يا لقاء، ما تتلقميش عليا، انت عارفه كويس قوي ان شغله كله معاه، وبصراحه بقى انا ما اقدرش اخسره عشانك.
ما تزعليش مني يعني، انت اصلك اللي يا حبيبي هزعل منك ليه؟ انت عمرك ما تعمل لي حاجه في حياتك. عموما انت حره، انت وجوزك اتصرفوا مع بعض، انا بقى عملت اللي عليا وزياده. معلش يا تعبان قوي. مي مي لما يا ست هانم، البيت تعبان شويه والهانم الصغيره مش تقدر تنزل تكلم حضرتك دلوقتي. حتى انت يا ولاد رايحين على فين؟ صباح الخير يا عم. من غير صباح الخير ايه اللي انا شايفه ده؟ اصلي الموضوع اني من غير اصل ومش اصل. ايه يا شريف ما تتكلم. الهانم يا دكتور، الهانم مش عايزه تقعد في الفيلا بعد ما القاء مشيت. معقوله اللي انا سامعه ده؟ انا اسفه بس اسفه ايه؟ اخص عليكي يعني لقاء اختك وانا الغريب عنكم؟ لا والله ما اقصد ابدا. لا 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 عيب. على فكره مش انت بنت عمي بس، ده انا اللي مربيكي، يعني غلاوتك من غلاوه رامي واكتر. شفتي شفتي الاحساس؟ يلا يلا عشان تطلع على ضيق فوق. عيب بس الموضوع يعني عشان اقول لك ايه، ما تزعلنيش منك. وانت يا استاذ ازاي تسمح لها تعمل كده؟ مش المفروض تقول لها عيب؟ والله العظيم يا دكتور حضرتك ما تعرف انا عرضتها قد ايه في الموضوع ده. عرضتها قد ايه؟ طب قول لي الاول شوف انا هتصرف ازاي يا اخي. عيب. يلا يلا فوق فوق على وسط. يلا اتفضل يا باشا اتفضل. اتفضلي يا هانم اتفضلي، ما انا ابنا بس غير طالعين نازلين بالشنط. اتفضلي. هي دي اللي زعلانه عشان منعتك عنها؟ اتفضلي. هي فضحتنا كلنا. لو سمحت ما تتكلمش على اللقاء بالشكل ده ابدا. من حقي يا هانم من حقي. هي لقاء اختك دي مش هتبقى خاله ولادي؟ يعني اللي عملته ده مش يضر سمعتنا وسمعتهم كمان؟ انا متاكده ان اللقاء بريئه وان في حد بينافسها في الشغل هو اللي سلط عليها الصحفي ده. شغل؟ شغل ايه يا اختي؟ هو فين الشغل ده؟ لقاء اختك خلاص انتهت والناس قربت تنساها، ضحت بكل حاجة عشان خاطر سليم بيه. يا ولاد ما تتكلموش ليه؟ في حاجة تانية جديدة نزلت على لقاء النهاردة؟ بالعكس دول منزلين لها اعتذار. معلش يا مي، اصل في ناس ما بتحبش تقرا اللي بيجي على هواهم بس. يعني ايه تقصدوا ايه؟ مفيش، انا راح اشوف النتيجه بتاعتي. ادي دقني يبقى قابلني. ممكن في حاجه عاوز اتكلم حضرتك فيها. مش وقته مش وقته يا مي. ليه مش وقته؟ ما تسيبها تتكلم يا اخي. قولي يا حبيبتي عايزه تقولي ايه. هو انا لو زرت رقاء حضرتك هتزعل؟ ازعل؟ ازعل ليه؟ اصلي شريف فاكر اني لو زرتها حضرتك هتزعل مني، لانك هتفتكر اني واقفه في صفها ضدك، وانت عارف هو بيحبك قد ايه. ايوه بس لو قال كده يبقى ما بيحبنيش، لان انت لو مالكيش خير في اختك مش هيبالك خير فيه. شفت انكل عمره ما يفكر بالطريقه دي ابدا. انا بس قصدي يا دكتور يعني ان انا خايف انها تاثر على دماغها وعلى افكارها وتورطنا بقى في مشاكل ملناش علاقه بيها. لا مي طول عمرها عاقله وذكيه وعارفه بتعمل ايه، سيبها تعمل اللي هي عايزاه. خلاص هروح غير هدومي واروح لها. اقعدي مش النهارده. انا ما صدقت اخد النهارده اجازه تقومي تسيبيني وتروحي لها. يو بقى رايحه فين تاني؟ انا شبعت خلاص. سيبها تروح لها، على الاقل نفهم ايه اللي بيدور في دماغ لقاء. مي خير؟ يا ترى شريف خف ولا لسه؟ لقاء انا انت ايه؟ جيتي باذنه ولا من وراه؟ انا غلطانه سامحيني، انت عارفه انا بحبك قد ايه، بس انا لو كنت اقدر والله ما كنت اتاخرت. وايش معنى انا قدرت يا ست مي؟ ايش معنى انا اتاخرت في الجواز عشانك؟ عشان اربيكي بعد ما سامي سابنا. انت عارفه انا اتجوزت اسعد ليه ولا لا؟ اولا انه ابن عمي، ثانيا عنده ابن قدك، تقدروا انتوا الاثنين تتربوا سوا. والله مقدره كل اللي انت عملتيه عشاني واكتر كمان. وتخليتي عني ليه؟ اصل شريف كان تعبان. بقول لك ايه، ما تكذبيش عليا، شريف عارف ان مصلحته مع اسعد عشان كده منعك عني. ما كنتش اقدر انزل من غير اذن. يا سلام، البيت ده انا خليت اسعد يوافق عليه ويا ريتني ما خليته. والله قلت له
قلتيله شخصيتك راحت فين؟ اتمحت؟ انا عايزه افهم انت جايه عايزه ايه دلوقتي؟ جايه عاوزاكي تسامحيني عشان خاطري. سامحيني؟ لا ما اقدرش اسامحك عشان انت كسرتي قلبي، خليتيني احس ان كل تعبي فيكي راح هدر. طب اطلبي اي حاجه، اي حاجه مهما كانت وانا هعملها لك عشان خاطري. ارضي عني. مش هرضى عنك لانك وجعتيني. انت كنتي اقرب بني ادم ليا، حسستيني انك انت اتخليتي عني في وقت انا كنت محتاجه لك فيه. مش عايزه منك حاجه.